واش دابا هاد الناس واش انا تيعرفوني ملي انا تنجلس بلا ماكله انا ولادي؟ واش انا ملي 3 ايام ما كليتش انا ولادي هاد الناس لا يقدموا لي النصيحه جاوا عرفوني انا ولا الناس اللي كينتقدوني جاوا عرفوني؟ ما قدوش عليا من طبيعه الحال فيهم غير الهضره. يجيو اسيدي يجيو انا يديروا لي مشروع يديروا لي شي حاجه نخدم فيها انا نسد لهم داك لاشين ونسد ما نبقاش كاع نصور. راه ما درتش لاشين وما درتش وما كنديرش الفيديوهات وما كنصورش الفيديوهات والا لحقت لي الجنويه العظم. كل ما لحقتش لي الجنويه العظم راه اللي مرتاحين واكلين وشاربين وما حاسينش بالوقت وما حاسينش بالدنيا راه سادين عليهم ديرهم مهنيين وجالسين ومرتاحين. اللي واكلين اللي عندهم كلشي متوفر لهم، ولكن انا راه ما درتش لاشين وما كنصورش فيديوهات والا لحقت لي الجنويه العظم والحمل ثقيل عليا بزاف. يعني الظروف هي اللي خلاتك دير هذه القناه هذه باش يعني تبي منها لقمه عيش؟ من طبيعه الحال الظروف هي اللي خلاتني نديرها، وخدمت في بزاف ديال البلايص، وخدمت في الميناج، وما تيحنوش ما تيحنوش باش نكون واقعيين، والمغاربه والمغربيات الا كانت شي وحده غتقول شي حاجه وباغيين ينافقوا في نفس الشيء، راه غير النفاق ما كيحنوش. خدمتي في شي بلاصه كتكون تحرش، خدمتي عند شي مرا كتجرت البيك الارض، المهم كتملي راسك تتكرهي راسك تضطري ما عرفتي شنو ديري باش تحيدي من ديك الوضعيه. واخا وبالك يعني هذا المحتوى هذا الوحيد اللي يمكن يساعدك في هذا الامر هذا؟ حيت هذا المحتوى هما اللي كيشوفوا المغاربه. هذا المحتوى باش نكونوا واقعيين ما يبقاوش يضرقوا لي الشمس بالغربال. لا وانما والا راه ما كيعجبنيش انا هكاك، انا راه كيعجبني انا راه نيشان. ما كيعجبنيش انا نبقاو لا وحنا وحتى وهادي راه كيشوفوه المغاربه. بالك انهم تيشوفوه تينتقدوه في نفس الوقت؟ كيشوفوه كينتقدوه في نفس الوقت، تيدخل تيتفرج وكينتقدك بالشعر. ما فهمتهمش انايا، كيدخل كيتفرج فيك وكاين الدرجات. انايا راه كنت قلتها لهم، قلت لهم باش غادي نبرهن لكم هاد الشيء وباش تعرفوا ماشي الخلل مني انا، باللي ماشي الخلل فيا انا، راه ماشي الخلل فيا انا من طبيعه الحال، راه الخلل في الناس اللي كيتفرجوا. قلت لهم انا غادي نبدل المحتوى وغادي تشوفوا وغادي نتستر وغادي تشوفوا وغنشوفوا المغاربه واش فعلا غادي يضمنوا واحد الانسان اللي ما عندوش، واش فعلا المغاربه غادي يبارطاجيو ليك يقولوا نعاونوها، واش فعلا هنا غادي تبان المغربيه ديالهم ولا فينا غير الهضره. وفعلا تفاعلوا معايا في 3 ديال لي فيديوهات بالضبط، ما تبقى داكشي اللي كان هو اللي وقع. راه قلتها لهم انايا وهذا الشيء راه باين، ولدرجه انايا كنصور فيديو عادي جدا ما فيه حتى شي حاجه، فيديو عادي كنطيب فيه طاجين نقدر نكون انا مريحه فيه كاع ما واقفه، ولا نكون لابسه جلابيه ومطيبه الطاجين كنحطو كنخليه نص ساعه ولا 10 دقائق ولا ربع ساعه، كنرجع كنلقى راه ما تحركش داك الفيديو، ما تحركش من بلاصتو. كندير ليه الصوره ديال شي فيديو ديالو القديم كيطلع بواحد الطريقه غريبه، يعني شكون اللي كيتفرج فيا؟ واش انا ديك الصوره ملي كنحطها تيدخلوا يشوفوها المسلمين؟ يعني بالنسبه لك المشكل ماشي في صاحبه روتيني اليومي، في المتلقي. من طبيعه الحال في المتلقي، والاحصائيات راه كتعطيك المغاربه اللي كيتفرجوا نساء ورجال، باش يعرفوا هذه القضيه هذه، كيتفرجوا عيالات ورجاله. نقدروا نقولوا المتلقي صنع صاحبه روتيني اليومي اكثر؟ يصنعها اكثر. الدرجات تقدري ديري اليوم فيديو انت غادي وانت كتزيدي في لا دوز ديال دوك الفيديوهات. علاش كتلقايهم راه كيتشافوا لك؟ مثلا انا دابا درت واحد المحتوى خدمت فيه عام ولا عامين، وانت كتقاتلي على داك المحتوى كتضاربي عليه. النهار اللي كديري غير مجرد فيديو ديال الروتين اليومي، غير مجرد ما كتكتبي شي فيه روتيني اليومي وكتحطي فيه شي صوره مثيره للجدل كيديروا عليه كوج، كتشوفي لي زابوني كيتزادوا بواحد الطريقه غريبه، كتشوفي المشاهدات كيتبارطاجا، كتشوفي بزاف ديال الحوايج، يعني هما اللي كيصنعوا صحابه الروتين اليومي. واش يعني هاد السيده ما كتحسش بالاحراج وكنعرفوا ان هاد المحتوى خصو واحد الجراه، كيفاش انت كتواجهي هذا الامر هذا؟ انا ما كنحسش بالاحراج، انا كيجيني عادي. على حقاش انا ملي كنخرج للزنقه تنلقى الناس لابسين كثر مني، كنلقى هذاك اللي غادي يكتب ليا كومونتير ختو ما عرفت باش خارجه،
ولا مرتو خارجه ما لبسش اللباس ديال داكشي اللي يكتب لي انا تيجيني عادي جدا. على حقاش راه نخرجوا للزنقه راه لابسين راه كيديروا الروتين في الشوارع عيالات الرجاله وعيالات وخواتاتهم وكل شيء كيخرجوا عريانين كيلبسوا عريانين كيلبسوا في البحر ماشي يقولوا لي لا هذوك ما كتشوفهمش السوشيال ميديا. الا كانوا كيهضروا على الحشمه وعلى هذا راه خاص يكونوا الحشمه في السوشيال ميديا وحتى في الواقع ديالنا. يعني دابا حنا كننافقوا ملي حقا ملي تبغي تطلعوا للسوشيال ميديا يمكن لك ديري النقاب تحياتي لمالي النقاب من طبيعه الحال ملي تكوني في ما شافك حد تقدري تعراي. لا راه خاصنا نطبقوا ما تيشدوا داك الشيء وما بالعكس كيشدوا داك الشيء بالمقلوب. خاص الانسان الا كانوا كيعرفوا كما كيقولوا خاصنا نلبسوا مستورين راه تلبسي مستوره في الدار وبرا وفي كل شيء ماشي حنايا مستورين تلبسي حتى في الواقع تسري حتى في الواقع. مثلا واحد بغات مرتو تمشي للبحر تلبس دوبياس يقول لها لا 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 ما تلبسيش دوبياس غتلبسي البيجامه طويله في البحر. ولا اختو ويقول لها لا لبسي بيجا علاش خارجه بالجين لا لبسي جلابه وخرجي. ولكن لا واختو واخا يشوفها خارجه بالجين وخارجه بالبودي وما عتباش خارجه والصدر باين والدار عريان وانتم كتشوفوا هذا الوقت اللباس ديال عباد الله كيفاش داير. انا ذاك اللباس ديالي راه كيجيني عادي جدا راه اي مراه مغربيه تقدر تلبسه وماشي تقدر تلبسه راه كيلبسوه وكيلبسوه مع اكثر منه بحال دوك البيجامات كيلبسوا اكثر منهم. شتي انا مقارنه مع دابا كنشوف انا الروتين ديالي محترم مقارنه مع شي فيديوهات كنشوفهم الروتين ديالي محترم كنديروا بيجامه راه كيديروا لهم دابا مقارنه مع هذا الوقت هذا كيديروا لهم الروتين بسوميج دنوي. انا راه ما نقدرش نصور به. انا الا صورت كنصور انا هي فورمتي شويه اوفر ولكن راه ما عندي ما ندير ليها راه داك الشيء اللي عطاني الله هو هذاك. والزوج ديالك كان راضي على هذا الامر؟ من طبيعة الحال كان راضي على هذا الامر كان تيشوف وعارف كلشي حيت انا ما كندير حتى شي حاجه بالخبارو اي حاجه. واحد الانسان عايش معاك في الدار كيفاش غادي دير تخبي عليه شي حاجه؟ راه ما يمكنش تخبي عليه واحد الحاجه هو عايش معاك في الدار. بحال نهار بحال نهار مثلا اللي ضربني الله يسمح ليهم وكانوا كيقولوا لا كتصور بالاخبار ودارت قناه بالاخبار ودارت. واش كاين شي واحد مرتو عايشه معاه في الدار وغادي تكون كدير شي حاجه بالاخبار وفي الدار؟ ما يمكنش ما كاينش هذا الشيء. انا غير مجرد ما حطيت فيديو بداو تيتصلوا بي وما بالك كون درت قناه بالاخبار عارف هذا الشيء وكيشوف وهذوك اللي تيبقاو يحرضوه. بغيت غير نقول لهم واش ضميرهم مرتاح؟ المغاربه اللي تيحرضوا دابا بحال واحد الانسان بحال هكا باش يرتكب شي جريمه واش الضمير ديالهم تيكون مرتاح؟ واش دابا ضميرك مرتاح؟ هذا اللي عيطت عليه بلا عكز عليك باش تعرف بنادم وكمه الحقره هذه باش تعرف وما عرفت حقريني ولا ما فهمتش انايا كنحس انا بالحقره. انا ما نكذبش عليك بعض المرات تنقول انا الوقت حقراتني وبنادم تيزيد يحقرني راه بعض المرات تتفكر في شي امور ما يتقبلهاش العقل. علاش كتشوفي انت محقوره من جميع النواحي؟ حالة الفاتحة معلوم محقوره انا من ناحيه انا الزمان حقرني. حالش انا حقراني الوقت اصلا بهذا الشيء اللي كنعيش فيه واللي عشت فيه من شحال هادي وتزوجت وتنزيد نتحقر وكتشوفي المجتمع تيزيد يحقرك والمجتمع تيزيد يزيدك حقره على حقره. راه من طبيعة الحال بعض المرات تتفكري تنتحري تنتحري وتعيشي مرتاحة. نقدر نقولوا الحقرة هي اللي خلاتك تخرجي لهذا المجال هذا؟ معلوم الحقرة هي اللي خلاتني نخرج للمجال هذا والحقرة هي اللي خلاتني أنا قبيحة بعض المرات والحقرة هي اللي كتخليني بعض المرات ما كنتسوقش ما كنتسوقش لبنادم شنو تيقول وما كيدخلش ليا لدماغي الهضر ديال البشر. على حقاش انا محقوره والوقت اللي تنكون محقوره ما كيحس بيا حتى شي واحد. داكشي هو اللي تيخليني كنزيد انا ندير داكشي اللي تيقول لي راسي اللي انا مرتاحه فيه. واخا فتيحه اش كيبان لك هادشي بالنسبه لك انت خطا ولا صح؟ انا كيبان لي صح باش تعيشي في هذا المجتمع خاصك تكوني هكا ولا تكوني راقصه ولا تكوني المهم هكا باش تعيشي فهاد اما باش تكوني درويشه
وتبغي تعيشي بنت باب الله بهكا وتبغي تعيشي على قد حالك ما كيخليوكش ما كيخليوكش. لدرجة أنا نهار اللي بدلت المحتوى قلت لهم هانتوما خوتي المغاربة أنا ما بغيت منكم حتى شي حاجة، أنا ما قلت لكمش عاونوني ماديا، أنا الحمد لله أنا راه خدمت ودرت الدار راه بزاف راه الرجالة ما يقدروش يديروها وكافحت عليها والحمد لله وباقي كنكافح عليها، واخا انا تيتجمعوا عليا الطريطات وكنتقاتل عليهم وهذا وما كيحسوش وما بهذا الشيء، راه بعض المرات قسما بالله راه كتجمع عليا الطريطات لدرجه تيبقاو يعيطوا عليا البنكه وكنتقاتل وبزاف ديال الحوايج. حنا مشيت ليا الهضره حق الله العظيم، ولكن ملي قلت لهم هانتوما خوتي المغاربه عاونوني غير غير بالمشاهده، ما بغيت منكم والو، ما بغيت منكم حتى شي حاجه. فين هما هاد المغاربه هادو؟ فين المغاربه اللي قالوا لي هذيك النهار حنا وحنا كنبغينا المراه المغربيه تكون مثاليه تكون شكون شكون؟ علاش اللي ديك النهار ما قلتوش راه كنعاون هذه الانسانه كتنضل على ولادها وخدامه على ولادها؟ وانا عطيتهم كمثال المراه المغربيه اللي بسيطه جدا، اللي من والو تقدر دير بزاف ديال الحوايج، واللي من والو تقدر دير دارها وتقدر مع تبدا مع واحد الانسان ازيرو وتقدر تجمع راسها ودير دارها. وقلت لهم هذا الشيء وتقاسمت معاهم كل شيء وتقاسمت معاهم باللي انا بديت غير ابسط الحوايج، درت قرعات درت هذا. علاش اللي ما كيتفاعلوش مع هذا الانسان بحال هكا؟ علاش لي ملي غادي ديري لهم الروتين ولا ملي غادي تبيني لهم واحد الخلفيه كيدخلوا يجريوا وتيتفرجوا فيها، وملي غادي تقدمي لهم واحد المحتوى راه هذا الشيء انا عانيت منه وكاينين بزاف ديال الناس كيعانيوا منه اليوميا. انا هذا كان اللي كدير قناه مع نبيع راه ما كتخرجيش لهذا الشيء، والا راه لحق لك الله عظم عاد كتخرجي لهذا الشيء. كون كنتي راك قلتها لك وغادي نزيد نكررها اليوم، راه كون كنتي مرتاحه وكانت عندك واحد الماندا وتتاكلي وكتشربي، راه بعض المرات انا ما تلقى ما نوكل لولادي. انا راه الدرجه حتى هي السيده راه ثلاث ايام انا ما لقيت ما نوكل لولادي، وقالت لي علاش ما عيطتيش عليا؟ قلت لها ما قدرتش نعيط عليك. الراجل ما خدامش فاتحه؟ كيخدم خدمته قليله، خدام ولكن خدمته قليله. زياده على البليه اللي مبلي شحال باش كيخدم؟ راه بعض المرات يصور 70 درهم، بعض المرات يجيب 50 درهم، زياده تياخذ البليه ديالو باش غادي تخلصي 32 الف ديال الطريطه، باش غادي تصيري على الاولاد، باش غادي تخلصي الموضوع، باش بزاف ديال الحوايج. اما المرض وداك الشيء كاع ما كندوي عليه انايا. انا ملي متيمرضوا ولادي راه كندير لهم الحامض ولا الثومه والزيت العود، ما كان الطبيب حنا كاع ما تنهضروا على داك الشيء. الشيء اللي كاين. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.